استعداد هيئه التامين الصحي. معانا الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئه التامين الصحي عشان يعرفنا ويطمنا على الاستعدادات اللي هتكون موجود بكره ان شاء الله خارج اللجان. دكتور محمد مساء الخير، وارجوك حطنا في الصوره، التامين الصحي مستعد ازاي مع تامين اللجان من الناحيه الطبيه؟ استاذ عمرو مساء الخير على حضرتك وعلى جميع المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين واولادنا طيبين واهالينا كلهم ان شاء الله يكونوا بخير يا رب. عايز ابدا بان اقول لحضرتك ان وزاره الصحه دايما حريصه على تقديم رعايه علاجيه ووقائيه وخدمات صحيه للمواطنين في مهما كانت الظروف، في الاستقرار او في الطوارئ او في الامراض المعديه او في الكوارث. علشان كده احنا في ظروف استثنائيه وضعنا خطه كبيره جدا بالتنسيق مع كافه ادارات وهيئات الدوله، بالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، هيئة الإسعاف المصرية. أهداف الخطة إن احنا كنا نضمن بيها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الطلاب والقائمين على سير العملية عملية الامتحان والحد من تسرب المرض المستجد في نطاق لجان الامتحان أو تسربه للمجتمع. تمام. احنا دافعين بكام عربيه يا فندم كتامين صحي، ولا انتوا مش من اختصاصكم الدفع بسيارات اسعاف؟ حضرتك احنا مناشرين كام طبيب مثلا؟ التامين الصحي هو المسؤول عن تامين الامتحانات الثانويه العامه في الحضر. احنا التنسيق مع هيئه الاسعاف المصريه متوفر 560 سياره اسعاف في محيط اللجان. اطبائنا من التامين الصحي حوالي أكثر من 900 طبيب وأكثر من 1200 زائرة صحية في كل لجان الامتحانات. 1200 زائرة صحية وحوالي 900 طبيب. في تنسيق كامل، في تنسيق كامل ما بين قطاعات الوزارة كلها، سواء التأمين الصحي اللي جزء من الوزارة، وقطاع الطب العلاجي، قطاع الطب الوقائي، الرعاية الأساسية. حددنا المستشفيات لا قدر الله لو في أي حالات ظهرت هتبقى مستشفيات عزل، حددنا مستشفيات الطوارئ للحالات الطارئة العادية، حددنا مسارات عربيات الإسعاف وطرق التواصل. لغاية النهاردة فرق العمل بتشتغل طول الأسبوع اللي فات وانتهت من عملها النهاردة. إن هم تأكدوا من جاهزية لجان الامتحانات كلها من حيث التعقيم قبل البدء، من حيث توفر أدوية بإذن الطوارئ. الله كله هيبقى معاقب، والمواد الطبيه تكون متوفره باذن الله، الماسكات وكحول، الناس ما تحملش هم الكلام ده، كل ده ان شاء الله يكون موجود. فبشكركم والله، شكرا جزيلا دكتور محمد ضاحي رئيس الهيئه العامه للتامين الصحي.